دكتور، هنرجع لين العظام، وهل هو درجات؟ ما هو الدرجات بقى على حسب التقوسات او التشوهات اللي بتحصل. التشوهات قلنا اما الرجلين مقوسين او الرجلين مفتوحين بالعكس. الدرجة لما بتعلى قوي وبندي فيتامين د ممكن يلم شوية ولكن يوصل لحدود معينة. ده احنا بنلجأ فيه للتصليح الجراحي. بنتدخل جراحيا وبنعدل العيب ده بحيث تبقى في استقامة واحدة الطرف السفلي. طيب احنا نقول ان هو دايما بيجي للاطفال، هل ممكن يتم اكتشافه مثلا خلال شهور الحمل مع السونار؟ ولا ده صعب؟ لا 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 صعب. لا ومش ممكن يكون موجود، يعني مش ممكن يتم تشخيصه مبكرا. لا مش ممكن يكون موجود كمان نقص فيتامين د، لان التغذيه محترمه قوي من الام للبيبي يعني. طيب حتى لو انا ام مقصره في حق التغذيه الخاصه بيا، يعني انا حامل ولكن انا ما باخدش الفيتامينات الخاصه بيا، او انا باكل غلط، او يعني التغذيه اللي انا باخدها هي مش متكامله، هل كده كده البيبي واصل له الاكل، واصل له الفيتامينات كلها؟ عايشين في غابه بقى او عايشين في لا بس في امهات كتير مثلا تقول ايه، انا ماليش نفس اكل وانا حامل، انا وانا حامل ما ببقاش قادره اكل. في كتير كده، هل البيبي وصل له ولا هيبقى عنده لبن او كانت حته زبادي ولا حته جبنه تديها نسبه عاليه؟ هتديها هي نسبة عالية؟ ما هو هي بقى بتدي هو كمان. سبحان الله، يعني اللي بيراعي البيبي يعني احتياجاته كلها بتوصل له، يعني كده كده بتوصل له كمان لمدة 6 شهور ياه بعد ما يتولد. ده سبحان الله يعني. يعني كده كده البيبي ده او الطفل ده في، يعني هو جنين في رحم امه، واصل له تغذية، واصل له تغذية، مش ناقصه فيتامين دي طبعا. مش يعني عمره ما هينزل ناقص فيتامين دي. لا طيب ده لكن ينزل في تشوهات خلقية، دي موضوع تاني خالص، دي حاجة ملناش دعوة بيها بقى. لا أنا بقصد إنه هل التشخيص هنا بقى هيبتدي بين بعد أول 6 شهور؟ لا من بدري يعني لا كده؟ لا 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 لا. يعني أشخص إمتى إن الطفل ده بيعاني من لين عظام؟ من بعد سنة. من بعد سنة. ليه بقى؟ إحنا في الـ3 شهور الأولانيين البيبي بيرفع راسه، الـ6 شهور الاولانيين البيبي بيقعد، الـ9 شهور الاولانيين البيبي بيحبي، الـ12 شهر الاولانيين بيمشي. لما جه الـ12 شهر وممشيش وبقى بيحبي يبقى ده هيبقى عنده نقص فيتامين د. الحاجه الثانيه تكوين السنان، في عدد معين من السنان بنعرفه، بنقدر نعرف منه اذا كان في عنده نقص كالسيوم وفيتامين د، واللي هي الفتحه اللي في الدماغ اللي بين عظام الدماغ ما بتقفل في سنه، لو ما قفلتش يبقى ده عنده نقص. دي الاعراض اللي بتيجي في السنه الاولانيه. وبعدين بقى التشوهات بقى اللي الام بتلاحظها، هي مش هتقدر تشخص الكلام ده لما يبتدي يمشي مثلا. التشوهات لرجليه مقوسه للداخل او للخارج. طيب هم عامة دلوقتي بقوا يدوا فيتامين دي في مراحل او في شهور مبكرة جدا، يعني ممكن بعد اول 3 شهور يبتدوا يدخلوا للطفل فيتامين دي لا خارج؟ يدوش. لا بيحصل دلوقتي؟ لا ما يعملش الا اذا كان في نقص. 3 شهور بدري قوي. كل دكاترة الاطفال دلوقتي يا دكتور بينصحوا الامهات ان هي تدخل فيتامين دي من عمر 3 شهور. لا بعد سنة. بعد سنة. بعد سنة. حضراتكم بتخافوا من ايه؟ بنخاف من ترسيب حصوات في الكلى وترسيب املاح في المفاصل. يبقى دي دكاترة العظام بقى عندهم رأي تاني مخالف عن دكاترة الأطفال. وانا ما سمعتش الرأي ده، يعني ده على طول ممكن يكون رأي نت واحنا ما بنعترفش بالمعلومات اللي في النت. يعني دلوقتي حقيقي دكاترة الأطفال بيكتبوا للأمهات لازم يكون حاسس ان في نقص، يعني ده برضه لازم يعمل. بس 3 شهور ما ينقص، ده واخد تغذية من أمه 6 شهور قدام. دي يمكن بعد الـ6 شهور حتى المناعة يمكن بعد اول 6 شهور بيكتبوه يبتدوا يدوه، ولا حضراتكم برضو بتخافوا من النقطة دي؟ لا بعد سنة. بعد سنة. طيب دكتور، لين العظام لما بيتم اكتشافه، حياتك قلت انه مش الام اللي هتشخص، يعني في حاجات كده تفاصيل حياتك شرحتها اكيد الام مش هيبقى عندها وعي بيها لانه صعبه، يعني انا مش عارفه دماغ ابني قفلت ولا لا. متهيألي دي حاجه لكن هتلاحظ التقوس كلهم بيقولوا ما هو ده بقى
يقولنا يقولوا لك الولد رجليه مقوسة لبره أو لجوه. هو ده اللي هتلاحظه. ده بقى مع بداية المشي. في بقى علامة بتبقى الحتة دي متضخمة عن هي أمه بتفرع، ده الواد إيده عريضة وحلو، دي لا ده دي الغضاريف بتتضخم على أساس إنها تضخ عظم يجمد العظم نتيجة نقص فيتامين د. فدي علامة من علامات نقص فيتامين د، إن المفاصل تتضخم في المنطقة دي، نهايات العظام يعني. نهايات العظام بنعرفها احنا في الركبتين وفي الرسغين وفي الاكتاف، هي بتبان في الاماكن دي. وفي الاشعه بتبان لها علامات معينه، في الاشعه بتشوف الاشعه بتعرف العلامات دي، ده نقص فيتامين د. طيب هي الام دلوقتي شكت ان في حاجه غلط، هتجيب الطفل وتيجي لحضرتك. كويس. اولا هي هتيجي لحضرتك ولا هتروح لدكتور الاطفال؟ لا، ما هما الاثنين هيعرفوا يعالجوه. يعني العظام هيعرف يعالجه والاطفال يعرف يعالجه، الا اذا كان في التقوسات. دكتور الاطفال مش هيعرف يعالجها بالظبط. كويس. التقوسات دي بنبتدي بنعمل شوز معين بنستغل النمو. يعني حضرتك الشجره لما تطلع فيها اعوجاج بنربط لها خشبه وبنربطها فيها عشان تعدل نفسها عشان لسه في مرحله النمو. احنا في جراحة العظام بنستغل الفكرة دي، لما يكون القدم مقوس للداخل بنزود الشوز من تحت، النص الخارجي اعلى من النص الداخلي بحيث يخلي الرجلين تلم مع الحركة دي، بتاخد سنتين. وبالعكس لما يكون للخارج بنعمل نفس الحكاية دي، بنرسمها كمان للأم وتروح للراجل اللي بيصلح الشوزات ويعمل لها الحكاية دي. اللي بقى لما بخد العلاج بتاعه والعظم تصلب على كده ولسه فيه تشوهات، في جراحه بقى بتدخل جراحي بسيط قوي يعني. بس قبل ما يعني قبل ما نوصل للمرحله الخاصه بالجراحه، خلينا نقول الخطوات يا دكتور. هي بدات تشك ان ابنها ممكن يكون بيعاني من لين عظام، او حد من الجدات بقى، دايما الجدات هم اللي يلفتوا النظر للقصص دي، خلي بالك مشيته مش مظبوطه، خلي بالك في تقوس في رجليه، هتبتدي تاخده عند دكتور الاطفال. دكتور الاطفال عشان يحدد المشكله واصله لفين. يعني حياتك قلت في ناس هنقومهم بجزمه مثلا، في ناس هنضطر نعمل لهم جراحه، فبالتالي هي درجات. لا ده بعدين، حتى لو بعدين يعني هي درجات. دكتور الاطفال او دكتور العظام ادى العلاج وبقى خلاص النسبه بقت تمام والعظم مسك على التشوه ده، احنا بنستعدله. لكن ده ممنوع نعمله في الاول. يعني تدخل الجراحي الاستعدال ولسه الفيتامين ده القليل هيرجع تاني. يعني لو تم استعداله هيحصل له ريكرنس. يعني هي هيحصل له ارتجاع مره. ارتجاع طيب يبقى هو الحل بنبدا الاول بفيتامين د. اولا التشخيص بيبقى بس بمجرد حياتك الكشف على الطفل، ولا ممكن نطلب مثلا اشعاعات معينه؟ اضمن حاجه الكشف اليدوي. اضمن حاجه، وده لن يلغى في الطب ابدا. طبعا أبداً اكيد أبداً. الكشف اليدوي يعني بيقدر يوزن الامور قدامه ويشخص ايه. بعد كده بقى الحاجات المساعده بقى تتعمل اشعه في علامات معينه كلنا عارفينها في الأشعة بتبين إن فيه نقص الفيتامين د في العظم ده.